شرارة الخلاف المستعر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت تعود من جديد إلى واجهة الأزمات الداخلية في إسرائيل. عاد الخلاف ليطفو على السطح مع عودة الحديث عن إقالة جالانت، وذلك على خلفية معارضته لمشروع قانون الإعفاء من التجنيد الذي يتمحور حول إعفاء اليهود المتشددين الحريدين من الخدمة العسكرية في الجيش، وهو المشروع الذي يحظى بأولوية قصوى على جدول أعمال الكنيسة الإسرائيلي الذي افتتح دورته الشتوية بعد عطلة استمرت 3 أشهر. وفق نتنياهو، فبعد ضربة إيران بات من الممكن إقالة جالانت، ولم يتحدث نتنياهو عن إمكانية إقالة جالانت فقط، بل وعد شركائه في الحكومة بتحقيق ذلك. ولعل ما ساهم في ارتفاع حدة الخلافات بين نتنياهو وجالانت إدلاء الأخير بتصريحات مضمونها أن إدارة الحرب في غزة تفتقر إلى الاتجاه الواضح، معتبراً إياها بلا بوصلة. وطالب جالانت بتحديث أهداف الحرب لتتوافق مع التطورات الميدانية، خاصة وأن تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران يزيد الحاجة لعقد مناقشة وتحديث الأهداف بنظرة شاملة على الساحات المختلفة والترابط بينها. بدوره رد مكتب نتنياهو على جالانت في بيان اعتبر فيه أن رسالته غريبة للغاية، مشيرا إلى أنه تجري مراجعة الأهداف باستمرار وقد توسعت مؤخرا. وبين تصريح من هنا وحديث من هناك يطفو خلاف لا شك أنه سيعكر صفو الحكومة الإسرائيلية التي تبحث عن استقرار وبقاء في الحكم، حتى لو فتحت للصراع جبهات جديدة كل يوم. فما تداعيات هذا الخلاف بين نتنياهو وجالانت على الجبهات المفتوحة في المنطقة؟